مرحبا، قبل المشاهدة مرجو الضغط على زر اللايك والاشتراك إذا كنت جديدا والضغط على زر الجرس لكي لا تفوتك فيديوهاتنا الجديدة. مرحبا، للحصول على أرقام الواتساب يجب عليكم أولا أن تقوموا بملء الخانة الأولى برقم بلدكم. مثلا أنا المغرب سوف أضع 06، يمكنكم أن تضعوا رقم أي بلد. بعدها تملؤون خانة الفارغة، تكتبون أرقام عشوائية إلى غير ذلك، يمكنكم أن تختاروا العدد إلى غير ذلك. المهم الآن أضغط على كريات كونتاكت، سوف ينتهي البحث عن الأرقام. يجب عليكم الذهاب إلى الواتساب للتأكد. تضغط على زر يس للذهاب إلى الواتساب وتختار الأرقام التي أضيفت. الآن للتأكد سوف أقوم بعمل مجموعة جديدة لكي أرى الحقل كما ترون. أي بروفايل تجدون فيه أنكر نو يعني أنه قد أضيف بواسطة هذا التطبيق. هذه هي الطريقة، لن يعطيكم سوى الفتيات بس فيعطيكم فتيات والذكور، أنتم يجب عليكم أن تختاروا. إذا أردتم الاختيار كما ترون هذه الأرقام التي أضيفت حوالي 100 رقم. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر لايك وسبسكرايب. إلى اللقاء.